ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን እኔም ደስ ብሎኛል እድሉን አግኝቼ ዛሬ ከእናንተ ጋር የእግዚአብሔር አምላካችንን ጸጋ መልካሙን ነገር ሁሉ ለመካፈል ስለቻልኩኝ ስሰማ ቆይቻለሁ ስለናንተ መልካም መልካም ነገር ነው የሰማሁት እና ይሄን መልካም መልካሙን ነገር ለማየት ደግሞ ናፍቅ ያለው እግዚአብሔር እድል ሰጠኝ ዛሬ አየሁ ማለት ነው እግዚአብሔር ይመስገን እኔም ያው እንዳያችሁ እድል ስለሰጣችሁኝ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ እለ ነገሩ እድል የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው እና ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጥቂት የምክር ቃል ምን አልባት እዚህ ውስጥ ተሳጽም ካለ ከመጣ አይከለከልም እኔ ግን የምክር ቃል ብዬ ልጀምር ከሶስተኛው የሐዋርያው ዮሐንስ መልእክት አንድ ሐሳብ በመያዝ ጥቂት ነገሮችን ላካፍላችሁ ፈልጋለሁ እንዲህ ይላል ከቁጥር 1 ጀምሬ እስከ 3 ያለውን እስከ 4 ያለውን ላንብብ ሽማግሌው በእውነት እኔ ለምወደው ለተወደደው ለጋዮስ ወዳጅ ሆይ ነፍስህ እንደሚከናወን በነገር ሁሉ እንዲከናወንልህ እና ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ ወንድሞች መጥተው አንተ በእውነት እንደምትሄድ ስለ እውነት ሲመሰክሩ እጅግ ደስ ብሎኛልና ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት ይልቅ የሚበልጥ ደስታ የለኝም እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ የሚል ሐሳብ ላይ ነው ትንሽ መናገር የምፈልገው ከወዲሁ እናንተም እንዲከናወንላችሁ እኔም ጸልያለሁ የኔም ምኞት ነው እንዳይከናወንልን የሚፈልግ ያ ክፉ ጠላት ዲያብሎስ የሚባለው ነው አምላካችን እግዚአብሔር እንዲከናወንልን ይፈልጋል ይሄ እግዚአብሔር አምላካችን መልካም ፍቃድ ነው ለዚህም ነው ሐዋርያው ዮሐንስ በዚህ ስፍራ እንደዚህ በማለት የሚጀምረው እንዲከናወንልህና ጤና እንዲኖርህ እጸልያለሁ አለ በአንድ በኩል የምኞት መግለጫም ነው ይሄ መልካሙን እመኝልሃለሁ እንደማለትም ነው አገልጋይም ነው እና ግን በመመኘት ብቻ ስለማይገታ ጸልያለሁ ይላል ያሰብነው እንዲሳካልን የጀመርነው በመልካም እንዲያልቅልን ሁላችንም እንሻለን ይሄ እውነት ከሆነ ልናውቃቸው የሚገቡን ነገሮች አሉ አራት ዋና ዋና ናቸው ብዬ የምላቸው ነገሮች ማካፍላችሁ በቅድሚያ ክንውኑ እዚህ ጋር የተጠቀሰው ቁሳዊ ብልጽግናና አካላዊ ጤናን የሚመለከት ቢሆንም ከዚያም የሚያልፍ ነው ክንውኑ አጠቃላይ የሆነ ስኬትን የሚገልጥ ነገር አለው ይሄ እና እንዲሳካልን ሁላችንም እንፈልጋለን የሚነግድ በንግዱ እንዲሳካለት ይፈልጋል የሚማር በትምህርቱ እንዲሳካለት ይፈልጋል የምናገለግልም በአገልግሎታችን እንዲሳካልን እንፈልጋለን አገልግለን በከንቱ እንዳንገር ምንጽናናበትን ፍሬ ማየት እንፈልጋለን እኛም ብንሆን ማለት ነው እና መከናወንን መፈለግ ያለ ነገር ነው ግን ወደ መከናወን ለመድረስ ልናውቃቸው የሚገቡ ነገሮች አሉ አንዱ ምንድን ነው ማቀድና በስራ መትጋት ነው
ماكد يسفلغال كاكدو بهوالا بسرا متكات يسفلغال كنواني اندزيو زنبلو جات امرو بمكامت ايمتا لما ننبيون ماكدنا بسرا متكات جيتا بيفكد يجالو ماكد يتبقال كأماني مثلي جيتا بيفكد أمنتي لله وسو مالت أماني علونا جيتا نيفلقم أساقها واللون وميلو ميساني نقر بمدر الله منهم نقر يلا منهم ميلو جيتا لله وسو تمكتو بغزة سقاولاي بغزة أوكتولاي يهونا سو ميأكثي نعري لمنو ميلو. في علماء يو أساسا بدمو ميقفافو ودزيا ودزيانو. بانتوست يالكو أكم ألا لكم هذا اللي تسكوا ولا يلال. نا إن بتنكا كي مملكتهم بتنكا كي مادامتهم يسفلقان. كتاب يفكر يالنا نو نعم الناقدو. جيتا بيفكت إن بننوري يالنا إن كدالنا إن دزي بلو تبلنال بياكوب ملك توست جيتا بيفكت أي بالم يميلم كغون ميسمانة كارلي نورجلا جنب يهونم ياكوبن بتسموتنا مشالو ياكوب يسافون بتكتلو مكرتشوالو كنيا يلك ياكالوس إنا زين تتسافلين بقى دموتو بجيتا عواريات بجيتا قلقاوش بتتسافلين مسارات جيتا بيفكد إيال إنا كدالين إما يفكدو مال لنا كده من دس مانوم كل كلام يارغالان دان لكزي منفس كدوس فكاجي منو كل كاي منو بيسيام قالون إن داين ناقرو منفس كدوس كلاك كلاكشو ميلال وده بيتاني هم لما وطات بس هو كذي أهونم ألفك قدام لا ما نفسك دوس كونه ألفك قدام كذي هذاك مو وده مكيدونيا بايوت رأي مسارات وده مكيدونيا هذاك مو لمهر سن سؤال كلا كلا جو إنه وده فيليبسيوس درسو ونقول سبكو فري أفرو نا يفك دارلم يكل كلا لم هي على نعكر هيدمو سلطانون سلطانو مكل كلمة في كلمة سلطانو صلوا لك نقبل الله ولا توم لنعمل كامنو سن كلمة لنعمل كامنو سيفكر لنا لنعمل كامنو إخبار ملكام أسوي كلك كلنا ملكام أسوي دعوة يفكر لنا كنيا بلا ياوكال إننا جيتا بيفكر يالنا نكدالن كأدن بولا سرنجمرالن سن سرادك مو أن لقمة لسراك متقات أتلقمو تبلو تصافي مالة بحواريو بولوس ملك توست ستسأليو بيتشا نورو سايوان سرو بس ألو سلمسنات مصطفوال لواريو بولوس بس را سلمتقات مصطفوال ولتون منو ياستمارو تيقدمو تو سرو تكتاجو سرو يالونو يستمرد لي سرا يما يود ايبل اسكمالت نو كو يصافوت ان اندو تشاچين على نببن ميونال انجي ل لمسرات يما يود اندايبلا سرا ياطاون ايچمرمي سرات سرا يالم يطلاون يملكتال سنفون يملكتال سفنا يسكيت ترنو يا كريستيان سنف دمو ايتاسر جيتا منيا مناملكو جيتا انيا تكتل انيا تكتل نو جيتا بقال بيچ ازو مسرن برتو نبره حوارياتوم اندزياو نبرو انا متغات بتام اسفلاكي
إجت أمره بمكمت سكيت أيمتا إجت ستجن لسرام يا بايون أما إجت ستجن إنجرى لما قرص بيشارل لسرام إجت ستجن إن إجتجن ما سرات يسفل يمتجلون يأكل ما سرات يسفل عندو مكرهين أكدونا سرو ست سرو تكتاتشو سرو تاتاري هونو ولتنيا ولتنيا ماسفتسم يكزابير درشانو إهنن دقمو لنناسم ربتي قبال إنيانا كدالن إنسرالن فريوني مياسا ينكزابير عملاكو أبلوس باولوس تكلا أبلوس ما أتتايلنا إخزيابير يا صديقنا بريلال يا درشا إخزيابير يينيا درشال إخزيابير درشال مزمور داويت متو يا سبات كتر عندلا إخزيابير بيتن كالسرة سرة تينوش بكنتو يدك مالويلا بمعي تاي منجد أملاك أجنبي إخزيابير مسراونا غرال إني أياك ما أجنبي أنا سنتر إخزيابير دكمو كني أكيم بلاي بونو قدوتش يعجبا قدوتش أجنبي كوالا ونو يا ساكل سميت باركايو إيال إين مزنجات أي جبانم إخزيابير إني ما نسراونا غري سرا يا لأرسو منم مدرقان نجل جيتا راسو بلوان يا لأني منم نتادرقو أجو بلوان إننا مندرقو نادرقال لنكو جن يا لانتال جلم يا لنو مندرقو يانتاكي كالقباب بيت دكامي كنتونو ميوانو اباكيني جين بمسراوس راوست اجين قلت يالنا مسألة يمياس فلقن لزينو سوستنيو كتالو تغار قالو مان ببنا ما السلاسلم بتعام اسفلاجي نغرنو مسافة إياسون يعني بباتشو سنتناتشو بيال تيكم لما فتنا المتاوم جني على بباتشو انببو مسافة ياسو مراف عند قطر سمنتلا يزيه هج مسافة كافه أيلي من مالتنه عم ببون بوسط يتف يتسافة بتن تدر جزن تفتس مزند بكن النبليت من أدرجو عصبو نو ياسو يتبال إذا عن جزء من غيري كان الله يكناون الله لم بلوان مسحف قدو ساعتني يكناون اللتال بمسحف قدو ساعتني منجد يكناون اللتال عند إخزابير فكاد يكناون اللتال عاتنيو زم بلو قل آيات آيات تارغو ميالفو ساعتون كويس ديگا من دنم ملو بلوات إنو مي ملكة مياتنانا دي موبيل بولي ما سادر مياسلاسل إسو ساكالتال تصفوال أمبو مزمور داويت مرافا عندين جمراتو أمبو كالزيغار أيها إذا كم ألتنا مسقوننا وبكفوش مكر يالي هيت بواسنيوش ومبر يالتا كمتا بحات ياتنيوش منكت القوم نجرك بيجزي أبيرك دس سلوا لنا إن أنتنا بمية وروت نجر سايون أدل بيجزي أبيرك قال دس سلوا هيكونن بكن النبليت يس قال يسون نجر أدل مية وتنتناو
የጌታን ቃል ነው የሚያወጥነው የሚያሰላስለው እንታውያኑ ይሄንን ምስጢር በጣም ስለተረዱ ተጠቅመውበታል እኛ ያመለጠን ይገኛል ጥቅሙ ያመለጠን ይገኛል ቃሉን ከመሰላሰል የሚገኝ ጥቅም በጣም ያመለጠን ቃሉን አጥንቱ በልብ የማሳደር ጥቅም ያመለጠን ይገኛል በየስባለው አመለጠን ያለፈው አልፏል ወለት 14 ካል ያለፈ አልፏል 2015 ላይ እቅድ ይወጣለት አሜን ደግሜ ላንብበው ምስጉን ነው በክፎች ምክር ያልሄደ በኃጢአተኞችም መንገድ ያልቆመ በወዘኞችም ወንበር ያልተቀመጠ ለዋዛ ለፈዛዛ ለከንቱ ንግግር ማለት ነው ጊዜ ማያጠፋ እሱ ምስጉን ነው እሱ በጣም የተባረከ ነው እሱ በጣም እድለኛ ሰው ነው ነገር ግን በእግዚአብሔር ህግ ደስ ይለዋል ህጉንም በቀንና በሌሊት ያስባል እርሱ በውሃ ፈሳሾች ዳር እንደተተከለች ፍሬዋን በየጊዜዋ እንደምትሰጥ ሳታቋርጥ ማለት ነው በየጊዜው እንደምትሰጥ ቅጠሏም እንደማይረግፍ ዛፍ ይሆናል የሚሰራው ሙሉ ይከናወንለታል ብሏል ይከናወንለታል አሜን ይህ የእግዚአብሔር እስትንፋሳዊ ቃል ነው ይህ የእግዚአብሔር እውነተኛ ቃል ነው በሌላ አነጋገር እግዚአብሔር አምላኩን የሚሰማ ይከናወንለታል ከጸሎት ጋር ይሄንን ጉዳይ ማሰብ ያስፈልገናል አራተኛው አስፈላጊ ነገር አራተኛው ዋና ነገር ልናውቀው የሚገባን ምንድነው በእውነት መሄድ ነው በእውነት መሄድ ሐዋርያው ዮሐንስ እንዲከናወንልህ ጸልያለሁ ብሎ ያለውን እንደ ሰላምታ አርጎ እንደ መግቢያ አርጎ ነው የተናገረው እንደ ዋና ነገር አድርጎ አይደለም ይሄንንም ብናስተውል ጥሩ ነው ዋናው ነገር ከዛ ቀጥሎ ነው የተናገረው ይሄንንም መልእክት እንድጽፍ ያነሳሳው ዋና ነገር የእውነት ጉዳይ ነው በዚህ በሶስተኛው መልእክቱ ሐዋርያው ዮሐንስ እየደጋገመ ስለ እውነት ነው የጻፈው የደጋገመ ሽማግሌው በእውነት እኔ ለምወደው ብሎ ጀምራል ቁጥር 1 ቁጥር 3 ወንድሞች መጥተው አንተ በእውነት እንደምትሄድ ስለ እውነት ሲመሰክሩ እጅግ ደስ ብሎኛል ይላል ቁጥር 4 ልጆቼ በእውነት እንዲሄዱ ከመስማት ይልቅ የሚበልጥ ደስታ የለኝም ይላል ቁጥር 5 ወዳጆ ምንም እንግዶች ቢሆኑ ለወንድሞች የምታደርገው ሁሉ የታመነ ስራ ትሰራለህ ይላል ይሄም ከእውነተኝነት ጋር የሚሄድ ነገር ነው ቁጥር 8 እንግዲህ ከእውነት ጋር አብረን እንድንሰራ ይላል ቁጥር 12 ለድሜጥሮስ ሁሉ ይመሰክሩለታል እውነት ራሷም ትመሰክርለታለች ይላል እኛም ደግሞ እንመሰክርለታለን ምስክርነታችንም እውነት እንደሆነ ታውቃላችሁ ይላል ምን ያህል እንደደጋገመ እዩ ዋናው ነገር ይሄ ነው ይሄን መልእክት እንድጽፍ ያነሳሳው ያኛውን እንደ መንደርደሪያ ነው የተናገረው እና እኛም ዋናው ዋና እናድርግ ተከታዩን ስፍራውን እናስይዘው ቀደም ቀደም እያለ እንዳያደናቅፈን ሁለተኛው ዋናው ነው እንዳያደናቅፈን ማለት ነው አስፈላጊ ቢሆንም ዋና አይደለም ዋናው ምንድነው የእውነት ጉዳይ ነው የእውነተኛነት ጉዳይ ነው የታማኝነት ጉዳይ ነው የታመነ ሰው በፍቅር ይመላለሳል
ملكام غنوينيتين يرامدال يالتامن سو غنوينيت يابلاشال عند غنوينيت يابلاشا سو الله زي است ديوترات ايسي بالال سوم تاماني ادلم كونهت غار ميرامد سو ال نبرمس بأونتنا بصدق ما هيت كسوج غير بملكام غنوينت ما هيت ايه لاونتنيا سكيت لاونتنيا مكناون بتام اسفلاغينا وانا نغرناو لمالتناو امستنيا اسم بيا بقالو تلقو سكيت تلقو سكيت قوساقوس ببزا سبسبو مگنيت ادلم سو ادلم جيتا يسوع كريستوس يالون انرسا سو عالمن كله بيعترف نفسون گم بيعودل من يتقموال بلوال اچن اندا ترسو چن نگر اندا ترسو تلقو سكيت سو ادلم سو ادلم تلقو سكيت يمدر روچاچنن ككريستوس غار چرسن مگنيتن كسكيت هول لو ميبلطو كجيتا غارا نورو لجيتا نورو موت يمطالت دمو بجيتاو نو مموتن كنغري ودي بغيتا ميموتو بصوان ناتشو ميل امبباچوال ها امبباچوال دمو منا متا بنداتلو اسو مياو يالله نغير سلونه باندرسا ترون مموتو ميبال نغير عال مامچا منغدو لا يايال انجي مان نو مان نو يتادله بغيتاو نو يموتن تساكالتوس سوت ازاكتو لتا كيجيتا تتالتو يموتا التساكلت ياسازنالش اندزي كمون جيتا يطبقاچو راسو اتتالو كجيتا منم بيكفاچو ككريستوس اتتالو گدلاچو كلون يچلالو بلو بكريستوس كلون يچلالو يالاچو ودفيت تغوازو انجي انجي واناو نغر اتاسنكو ከክርስቶስ ኢየሱስ ጋር ያላችሁ ግንኙነት አታስነኩ ትልቁ ስኬት የምትሞቱበት ለት ከክርስቶስ ጋር ሆናችሁ መገኘታችሁ እሱንም አስቡ እቅዱስ እሱም ይግባ ስሞት ምንኛ ነው ሞተው ሚለውን ነገር ከሆነ ማሰብ ጥሩ ነው እና ያንን አቅዱ ያስቀመጠ ሰው ሳይጨነቅ ይኖራ ምን ይያለ ሰላም አለኝ በልቤ በልቤ ቅዱስ ቃሉን አንብቤ ደንነት አግኝቻለሁ ስሞት ወደ ጌታ ሄዳለሁ አሜን ይያለ ይኖራ ሀዘን የለም ጭንቀት የለም ፍርሃት ጠፍቷል ከልቤ ከልቤ መንፈሱ ያጽናናኛል በደስታ ሞልቶኛል ጌታ ዘወትር ያጽናናኛል ሰላም አለ ወስኑ የተቀመጠ ሰው የጌታውን ጉዳይ ቀዳሚ አድርጎ የኖረ ሰው እሱ ተደላድሎ ይኖራል ሌላው ሁለተኛ ነው አስፈላጊ አይደለም ይያልኩ አይደለም ግን ሁለተኛ ነው ይያልኩ ያለው ህይወታችን የምትቃወሰው አንደኛው ነው ሁለተኛው ሁለተኛው ነው አንደኛ ዘና መጣን ከመቃወስ ጌታ ይጠብቀን አሜን በደረጃ እናስቀምጥ ትልቁ ስኬት ሩጫችንን ከጌታ ጋር አጨርሰን ሩጫውን ጨርሻለሁ ለማለት መብቃት ነው እንዳወሪያ ጳውሎስ መልካሙን ገድል ተጋድያለሁ ኃይማኖትን ጠብቄያለሁ እምነቴን ማለት ነው ሩጫውን ጨርሻለሁ ከእንግዲህ ወዲህ
يسرقكليل يتبقنيال تزغايتو لينيال لمالت مبقاتناو تلقو سكيت لزيانياو سكيت جيتا يادرساچو يا بقاچو بزغاو دغفو بمكرا وسط اصنتو لزيانياو لتلقو سكيت جيتا راسو يا بقاچو እስከዚያውም ደግሞ ከወዲህ ያሉትንም ስኬቶች ይስጣችሁ አሜን እኔም እመኝላችኋለሁ ደግሞም ጸልይላችኋለሁ